النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية GFH المجموعة الرائدة في إدارة الاستثمار. استقبل الشيخ حمد بن سلمان بن خليفة الخليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة بمكتبه السيد خوسيه باسيلا المستشار التجاري بسفارة غواتيمالا المعتمدة لدى مملكة البحرين المقيم في أبوظبي والوفد المرافق له. خلال اللقاء جرى استعراض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية غواتيمالا، كما تم استعراض أهم المزايا والإمكانيات المحفزة التي تسخر بها البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين والتسهيلات الحكومية للمستثمرين والتي جعلتها وجهة جاذبة للمشاريع والاستثمارات العالمية. أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تم تخطيط الإصدار رقم 2040 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين. تبلغ قيمة الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 30 من شهر أكتوبر 2024 وتنتهي في 29 من شهر يناير 2025، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 107%. والآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملة الخليجية وأبرز العملات العالمية. شارك فريق فرحتكم في البحرين التابع لهيئة البحرين للسياحة والمعارض في معرض موسكو أنيوال لوكجري وايت ويدينغ ترافل فير الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو، بهدف تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة رائدة لحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية والفعاليات. خلال المشاركة عقد فريق هيئة البحرين للسياحة والمعارض أكثر من 30 اجتماعا مع كبرى الشركات العالمية المنظمة والمتخصصة في مجال حفلات الزفاف المشاركة في الفعالية بهدف التعريف بالمميزات السياحية التي تتمتع بها مملكة البحرين. يستعد قطاع الضيافة في إمارة رأس الخيمة لتسجيل قفزة كبيرة في قدرته الاستيعابية عبر 4 منتجعات وفنادق فاخرة متوقع افتتاحها في عام 2025. يأتي ذلك في ضوء المساعي الحثيثة التي تبذلها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في سبيل ترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أبرز الوجهات السياحية الرائدة والمبتكرة في تلبيتها لتطلعات المستقبل. هذا وتشكل السياحة 5% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة التي تهدف إلى رفع هذه النسبة إلى الثلث.